في المقابل الاتفاق كان قد أجرى استعداداته الأخيرة، والاتفاقيون تحدثوا في الأيام الماضية عن أنهم يرون من مباراة الشعلة منطلقا للوصول إلى مباراة الإياب الآسيوية التي من المنتظر أن تقام أمام الكويت الكويتي، ويسعى من خلالها الاتفاق لتلافي ما حدث في مباراة الذهاب. في المقابل فريق الشعلة استعد جيدا للاتفاق. نتابع كيف جرت الاستعدادات في فريق الشعلة. يعني اصابتي الحمد لله يعني سليمه، لكن يحتاج لها تقريبا، لان تقريبا هي ارهاق يعني، لكن الحمد لله باذن الله يعني تطمنا عليها ان 90% ان الحمد لله ما في اي، بس تقريبا يحتاج لي نوعا ما من التقويه، وباذن الله اقرب وقت بكون مع الفريق باذن الله. هل ستشارك زملائك امام الاتفاق؟ والله مع الاتفاق يمكن هذه راجعة للمدرب، بس ما أتوقع أني، لأن الموجودين فيهم الخير والبركة وكلنا مكملين لبعض إن شاء الله. والله الحمد لله مستعدين كويس، وأنا يعني من ضمن المعجبين بفرقة الاتفاق، لفرقة محترمة، وإن شاء الله لعبت الشعلة يقدم مباراة كويسة، ويحاولوا إن شاء الله يعملوا نتيجة كويسة زي سابق قعدنا معاهم في المباراة السابقة. شكرا لسلطان الرعوجي اللي كان متواجد ونقل لنا هذه الاستعدادات في المقابل.